एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के अंदर बीजेपी के लीडर जावेद कुरैशी एक जाने माने डिप्टी सरपंच फयाज स्कॉर्पियो जो खुद को बोलते हैं उनको कलमा छह कलमात पढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में कैसे जावेद कुरैशी फयाज अहमद को कलमात पढ़ा रहे है। محمد رسول الله عليه وسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمات مجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دارم كلمه توحيد سبحان الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام وهو على كل شيء قدير إلا استغفار أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب أعظمته أمرا أو خطا أو سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي لا أعلمه لا أعلم إنك أنت ملعب الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن اللهم إني أعوذ بك من المشرك بك شيء وعن أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم تبت أنا وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والميمة والبدعة والنميمة والفواحش والفوتة والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم.